اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني كفاءات اردنية. من منطقة عمان، من المنطقة الصناعية البيادر، ضيف حلقتي لهذا اليوم رجل الاعمال والاستاذ محمد الشاعر. بداية استاذ محمد، يسعد صباحك. صباحك. استاذ محمد، ممكن تعرفنا بالبطاقة الشخصية لحضرتك وسيرتك المهنية؟ اسمي محمد عطش خالد الشاعر، عمري 22 سنة. ما شاء الله. درست في جامعة البتراء علوم الحاسوب. ما شاء الله. وحبيت أتوجه لهذا العمل عشان أهلي ووالدي وعائلتي شغالين فيه. ما شاء الله. أستاذ محمد، مؤسسة رائد الشاعر متى تأسست وشو الخدمات وشو المميزات اللي بتقدمها؟ تم إنشاء هذه المؤسسة سنة 2015، يعني قبل سنة من الآن. ما شاء الله. ونقدم، بنبيع العدد الصناعية، بنقدم الصيانة للعدد الصناعية. جميل. وعندنا أكثر من منتج بنقدمه للمشتري، عندك أكثر من نوع، عندك صيني، ياباني، ألماني، هندي. حتى نوفر للمشتري أنه أي شيء يكون موجود في هذا المكان. جميل جميل. وغير هيك بنوفر صيانة أي شيء معدات صناعية. بنوفرها. ما شاء الله عليكم. أستاذ محمد، لو نحكي عن محلك، البضاعة اللي أنت بتستوردها، ما بتستوردها عادة؟ أو في عندك تجار أردنيين؟ بنستوردها من الصين، لأنه إحنا ماسكين وكالة صينية اسمها الويدو، وعدات صناعية. حلو. وفي من التجار المحليين اللي في البلد. جميل جميل أستاذ محمد. أستاذ محمد، ما هي المشاكل والمعوقات اللي واجهتك بمؤسسة رائد الشاعر؟ المشاكل والمعوقات اللي واجهتني، أول إشي صعوبة البيع لعدم توفر الخبرة. بدايتي كأنه أبيع وأشتري ما كان عندي خبرة منيحة، هاي هي اللي واجهتني صعوبة. جميل. بس هاي يعني ما فيها هي صعوبات ولا شيء. إن شاء الله تنحل المشكلة. طبعا أنت بعد خبرة أكيد. طبعا ممارسة. تم يعني إن شاء الله صرت منيح. أستاذ محمد، شو بتوجه رسالة للشباب الواعد؟ طبعا احنا شايفين حوالينا الشباب متخرجوا من الجامعات، بدهم مكاتب وبدهم يجلسوا ورا المكاتب، وعندنا مشكلة البطالة. شو حاب توجه رسالة لهم؟ بس أنا بوجه رسالة، أول ما توجهت لهذا العمل حبيت إني أبلش كل إشي، يعني صرت أبيع وأشتري، صرت أنا أعمل صيانة في إيدي حتى. جميل. أتعلم، وشغلة الصيانة كتير كويسة وكتير ممتازة، وخاصة صيانة العدد الصناعي وصيانة ماكينات الحامل الإلكترونية. فيها دخل مردود ممتاز. ما شاء الله. ممكن أي واحد يتعلمها. ما شاء الله. طبعا هي مفيدة. أستاذ محمد، شو بتوجه رسالة شكر لجلالة الملك والجهات الأمنية والمعنية؟ أنا بشكر جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني لتوفير فرص عمل للشباب ودعم الشباب دائما، وبوجه رسالة شكر للأجهزة الأمنية كافة. وأنا بضم صوتي لصوتك وأوجه لهم جميعا الشكر للجهات الأمنية والمعنية. أستاذ محمد، شو بتوجه رسالة لمنظومة الأمن والأمان؟ إحنا شايفين الأردن حديقة داخل حريقة. شو بتعني لك نعمة الأمن والأمان؟ الحمد لله رب العالمين على نعمة الأمن والأمان، لأنه أنا الكل شايف البلدان المجاورة لنا كلها فيها حروب ودمار ومشاكل، بس الحمد لله إحنا عندنا شعب مثقف. وكمان أنا مجال عملي بتطلب إني أسكر متأخر، يعني الساعة 6 الساعة 7، يعني لما تكون الدنيا ليل تبلش ليل على التوقيت الجديد. فبتلاقي دائما الشرطه موجوده، دائما كل شيء متوفر لك الامن والامان كامل. وانا بضم صوتي لصوتك استاذ محمد، وبنشكر جميع الجهات الامنيه والمعنيه، ولولا نعمه الامن والامان كان ما فتحنا محلاتنا واشتغلنا والحمد لله رب العالمين. استاذ محمد الشاعر، في ممكن تخبر الساده المشاهدين عن موقع مؤسسه رائد الشاعر وارقام التواصل؟ بيادر، المنطقه الصناعيه، باتجاه شركه هونداي. الرقم الموجود 079-0178-718. وسوف تظهر أرقام عند زميلنا مدير التصوير أستاذ علي على قناة جوسات، وأرجو أن تسمح أستاذ محمد بالتجول داخل محلات مؤسسة رائد الشاعر بكاميرا قناة جوسات. أهلا وسهلا.
الحرام.